السلطان العليم الحكيم هذه الأرغة الفردوس تغني على أفران سدرة البقاء والهان غفت المليم وتبشر المخلصين إلى جوار الله والموحدين إلى صوحة ضرب كريم وتخبر المنقطعين بهذا النبأ الذي فصل من نبأ الله الملك العزيز الفريد وتعد المحبين إلى مقعد القدس ثم إلى هذا المنظر المنير قل إن هذا المنظر الأكبر الذي ستر في ألواح المرسلين وبه يفصل الحق عن الباطل ويفرغ كل أمر حكيم قل إنه لشجر الروح الذي أثمر بفواكه الله العلي المقتدر العظيم أن يا أحمد فشهد بأنه هو الله لا إله إلا هو السلطان المهيمن العزيز القدير والذي أرسله باسم علي هو حق من عند الله وإنه كل بأمره لمن العاملين قل يا قوم فاتبعوا حدود الله التي فرضت في البيان كن عزيزا حكيم قل إنه لسلطان الرسل وكتابه لأم الكتاب إن أنتم للعارفين فذلك يذكركم الورقاء في هذا السجن وما عليه إلا البلاغ المبين فمن شاء فليورز عن هذا النص ومن شاء فليتخذ إلى ربه سبيلا قل يا قوم إن تكفروا بهذه الآيات فبأي حجة آمنتم بالله من قبل هاتوا بها يا ملا الكاذبين لا فوالذي نفسي بيده لن يقدروا ولن يستطيعوا ولو يكون بعضهم لبعض زهيرا أن يا أحمد لا تنس فضلي في غيبتي ثم ذكر أيامي في أيامك ثم كربتي وغربتي في هذا السجن البعيد وكن مستقيما في حبي بحيث لن يحول قلبك ولو تضرب بسيوف الأعداء ويمنعك كل من في السماوات والأرضين
وكن جشولة النار لأدائي وكوسر البغاء لأهبائي ولا تكن من الممترين وهزمتك الحزن في سبيلي أبا الزلة لأجل اسمي لا تضطرب فتوكل على الله ربك ورب أبوك الأولين لأن الناس يمشون في سبل الرحمة وليس لهم من بصر ليعرف الله بعيونهم أو يسمعون غمات بآذانهم وكذلك أشهدناهم إن أنت من الشاهدين كذلك حالة الذنون بينهم وقلوبهم وتمنعهم عن سبل الله العلي العظيم وإنك أنت أيضا في ذاتك وأن الذي أعرز عن هذا الجمال فقد أعرز عن الرسل من قبل ثم استكبر الله في أزل الأزل إلى أبد الأبدين فاحفظ يا أحمد هذا اللوح ثم اقرأه في أيامك ولا تكن من الصابرين فإن الله قد قدر لقارئه أجر مات شهيد ثم عبادة الثقلين كذلك مننا عليك بفضل من عندنا ورحمة من لدنا لتكون من الشاكرين فوالله من كان في شدة أو حزن ويقرأ هذا اللوح بصدق مبين يرفع الله حزنه ويكشف ضره ويفرج كربه وإنه لهو الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين ثم ذكر من لدنا كل من سكن في مدينة الله الملك العزيز الجميل من الذين هم آمنوا بالله وبالذي يبعثه الله في يوم القيامة وكانوا على مناهج الحق لمن الصالحين